السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معنا يعني زراعه القزبر في صندوق ديال الفلين. كما كتشوفوا هو هنايا يعني صندوق ديال الحوت. كنحتاجوا شويه التراب، كنزرعوا القزبر ديالنا يعني كنغطيوه بشويه ديال التراب كما كتشوفوا هنايا. هانتوما الاشاره باستعمال هذا الصندوق تقدروا تزرعوا القزبر في الديور ديالكم، يعني كينبت بالطريقه هذه. اذا كنسقيوه بعد ما درنا التراب كنسقيوه هكا، يعني هانتوما كما كتشوفوا كنغطيوه هكا كما كتشوفوا. يعني غنوريكم النمو ديالو كيفاش غادي يولي عندكم. هانتوما يعني غادي يكبر مزيان الا تبعتوا هاد الطريقه هذه. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير. للاشاره القزبر هو مفيد في فوائد كثيره، كيحتوي على الفيتامين سي، مفيد كذلك للجهاز الهضمي، فوائد ديالو كثيره بزاف. لهذا بهذه الطريقه حاولوا تزرعوا القزبر في الديور ديالكم. كما شفتوا يعني كيكبر وفيه واحد الريحه زوينه وكيعطي مذاق زوين، سواء في لي بلا يعني بالطياب او السلاده كما كتشوفوا هنايا. ويكون عندكم بهذه الطريقه القزبر في الدار ديالكم اللي هو طري وخالي من المبيدات الطبيعي وفيه منافع كثيره. كنتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو، وكنقول لكم الى فيديو قادم باذن الله. ما تنساوش الناس الجداد دعموا القناه بالاشتراك واللايك والبارطاج. تبارك الله عليكم وشكرا بزاف.